يلا شباب كل العالم بده شمته بعيده. متابعينا باريا سوريا هنا بالخطوط امامي مع الجيش السوري بالتقدم على محور الشيخ سعيد وسيطر على بعض كدل وابنيه وطل تماما على منطقه الشيخ لطفي وبلد وهروب المسلحين على منطقه. انطلقت العمليه من محور عزيزه وان شاء الله بدنا ننزل لتحت على المرج وكروم حومد ونحرك الحلب باذن الله. نحن الان متواجدون على محور الشيخ سعيد بعد ان بسط الجيش العربي السوري سيطرته الكامله على تله الشيخ سعيد الاستراتيجيه والتي تطل اطلاله كامله على حي الشيخ سعيد الذي اصبح ساقطا ناريا من ضربات الجيش العربي السوري. وهذه التله تعتبر نقطه استراتيجيه من محور عزيزه للتقدم الى احياء الجنوبيه الشرقيه لمنطقه المرجة وباب النيرب وكروم حومد. كانت العملية عبارة عن عملية نوعية سريعة وخاطفي، قتل بعض المسلحين ومنهم من اللازم الفرار، وقمنا بإخراج بعض العائلات الذين عانوا من رجس الإرهاب. نعد أهالي حلب بشكل كامل بإذن الله، قريبا النصر بإذن الله. بالسيطرة على تلة الشيخ سعيد أصبحت الجبهات مفتوحة أمام الجيش العربي السوري بالدخول إلى عمق الأحياء الشرقية حي الصالحين والمرجة وكروم حومد. أحمد صادق للإخبارية السورية من تلة الشيخ سعيد.